لكان بيهون عليك عمي، بيهون عليك عند كل دقرة تهددني، تقول لي أنا بورجيك لبابا وأنا بورجيك لسامر وأنا بدبرك، بتقول لي أنا بدبرك، في زوجي بالعالم كله بتتعامل مع زوجة بالتهديد. لأنك بتستاهل. عيب بابا عيب، عيب شو هالكلام، شو بتستاهل ما بتستاهل، شو رح تعمل مثل أمك؟ هلا هيك بابا طلع الحق علي أنا، فمالي سكت على غراميات ومشاكل وكل شيء عم يعملوا فيني. شايف عمي شايف، على طول هيك، لا يمكن تكمل معها نقاش مهما كان الموضوع مهم أو حساس. طول بالك يا ابني طول بالك، بابا هيك ما بيمشي الحال، هي التصرفات لازم تنتهي من حياتكم. عمي أنا بالنسبة لي المهم ما بقى تهددني بحدا. خلاص يا ابني من اليوم رايح ما بقى تهددك بحدا، لا فيه ولا بسامر. شوفي عمي شو القصة؟ احكوا شو صاير؟ والله اشتقت لك. لا يا بنت اوعك، ها الجماعة ما قسوكي وعملوكي مثل بنتهم. مين جاب سيرة القصة هلا؟ لك والله بحبه. هلا إذا رفعت راسي وشفت سيارته بيكون فعلا القلب على القلب. مرحبا عادل، شلونك؟ منين عم تحكي انت؟ من البيت؟ شو بدي اقول لك؟ عشان ابن عمك سامر يعني لازمهم شوية مصاري، ما مكفيهم شي يعني. هلا بيلتا معك مصاري؟ اي مو على راسي عمي، بكره الصبح بيكونوا عندك بالمكتب. لا ولو من عيوني. مع السلامة عمي، مع السلامة. شو بده بابا؟ بده مصاري بابا؟ الظاهر عملية أخوكي مكلفة، مثل ما عم يقول أبوكي بده كذا عملية لوشه لحتى يزبط. ستي هو يرجع لنا بخير وسلامة وما بدنا شي من الدنيا، فداكم المصاري، سوي لنا شاي. بعتلك ياهن اخو الغسان. يسلموا ايديك يا امي. غسان يمكن كل شي عم يقوله ما هو حافي يسمعوا كلامه. شلونك
شلونك غدير؟ ان شاء الله منيح. منيح كثير يا عقلي يا طاهره يا شريفه. شوفي شوفي احكي. امبارح عبودي اجى لعنا زياره على السجن، يمكن بسنتين ثلاثه ما يطلع من السجن. حكى لي عن قصصك وجنانك. عبودي شو صار بالمستشفى؟ خلي الخانم تحكي لك شو صار هني، خلي العقله طاهره الشريفه الحنونه. شوفي لك شوفي احكي. غدير غدير حبيبتي كلهم كم يوم وبنرجع ان شاء الله. شو بكي؟ ما بني شيء. تمارا بعرف انه مو سهل عليك تتركي البيت، بس كمان هنيك رح يكون بيتك. وجي لا تخدع حالك وتخدعني. هداك بيت الولاد وام الولاد، بس هاد بيتي وبيتك سوا. حبيبتي انا مضطر اني اتواجد بالبيت كم يوم بس. حبيبي وانا ما قلت لك لا. ليه؟ ضبيت اغراضي وجاية معك. ما اختلفنا، بس بدي اياك تكوني مقتنعة. مقتنعة بس العقل شيء والمشاعر شيء تاني. ولأني بحبك جاي معك، ولأنك بتعرف إني أنا بحبك عم تاخدني وتجيبني مثل ما بدك. خلص حبيبي روح أنت على شغلك، وعلى الأساس عندك موعد مهم بالمكتب. بس وصلك على البيت بالأول. ولا يهمك حبيبي، لا تاكل هم، الشباب هون بيوصلوا، روح انت على شغلك. طيب حبيبي الله معك. صحوات الضمير المفاجئة
يلي عم تجيك من وقت للتاني. والله أنا عم بتعذب، يعني أنت ما بتعرف. أنت سمعاني بفكرة الهروب للأمام؟ استعدت تهربي معي؟ شو قلتي؟ بهرب. بس أنت بتقدر تواجه الأستاذ سامر؟ واجهت ابني، ما عم أقدر واجه واحد غريب. يا عبد، عبد حجزتوا الكاميرا؟ تمام استاذ. عزي هلا شو صار؟ المواعيد جاهزة، الناس رح نلتقي معهم كمان موافقين، ما عم يستنوا تشريفك. عبد قلت لي حجزتوها ما؟ اي والله اي والله. وانت ليش متلبك هالقد؟ خلصنا بقى، ظبطنا لك كل امورك ولساتك متلبك. شلون بدكم جاهزين؟ يلا غسان شد لي حالك. ها ماشي الحال، جهزنا كل شيء ان شاء الله هيك يا رب تكمل معنا نقدر نبيض وش وشك ابيض. يلا شد حالك. انا خايف كثير. شو بدنا نرجان انت تعال لنا. يلا شباب منهل وين ومنهل على المنبر. يلا يلا شباب. يلا يا رب الله يخلصني منك ومن ابوك ومن اخوك على قريب بجاه محمد الحبيب. طيب عن اذنكم. يلا السلام عليكم. مع السلامة. ايه ست غيدة، ليش جايتي لي هالرجال على البيت؟ امي هذا جاي يخطبني. والله جاي يخطبك؟ ولا من غير شر؟ لألو. قلتي لي لألو لكن. أمي شو بك؟ شو في هاك؟ أمي هاك؟ لك أنا هيك ربيت هون، أنا هيك ربيت هون، أنا هيك ربيت هون، لك حطيت جسمي طول عمري تحت رجليكم مشان كل وحدة منكم تجيب لي مصيبة على آخر عمري، ولك شلي ولك بدي مامتك ولك بدي شو أخوتك ولك والله لا مامتك والله. امي الله يوفقك. خلص خلص امي الله يوفقك. هدي هدي امي الله يخليك. تحيا الباب تحيا الباب امي توبي تحيا الباب. افتحي افتحي ما تجيكم التوبة الا قدام الشحاطة. كل وحدة بدها تمشي رأي علي الشكل وعلى البيت. كان لازم ارفع الشحاطه من زمان. في حالي صاروا صبايا وشباب والنتيجه كل وحده جابت لي مصيبه اكبر من اختها. أنا آسفة.
معلم انا كل القصه انه بدي اوقف جنب هالندى، يعني ما بدي اتركها بهي المحنه لحالها لانه ضميري عم يعذبني، حاسه انه سلوى خلصنا بقى. قلت لك انا ما راح اتخلى عنها، اي شيء بقدر اعمله ما راح اتخلى عنها. ولو تفضل. بدك شيء تعلمني استاذ؟ سلامتك. شو عامل لك هالغدا حبيبي؟ اعمل اللي بدك اياه. اوكي مثل ما بدك. ملوخية. وصاية. فوت لشوف. قصي فوت. ضمني معلم. الظاهر انه انت اللي بدك تأمرني. لا استغفر الله، شو هالحكي معلم؟ قل لي قصي، شو كان بدك؟ ما بدي شيء ابدا. قصي شو بدك؟ ما انت دقيت الباب من شوي وفتت لعندي، شو بدك؟ شو كان بدك؟ قصي، بخصوص سلوى، بظن بانه نحن حكينا قبل هالمره واتفقنا وانتهينا، صح؟ امرك معلم. ايه مري المسؤوليات، ما عندي شيء، اوكي حبيبتي عم يفكر. مرحبا. اهلين دكتور. المعلم جوا؟ طبعا طبعا عم ينتظرك. عنده حدا؟ عنده هذا المقدم ما بعرف شو اسمه. تفضل. بيقول انه اخذ لك. صباح الخير معلم. لا تاخذني تاخرت عليك، هدول المصاري اللي طلبتهم فضلت اقول لك اياهم مباشره. شرف. اجل هلا قاعدين، انا شايف انه عم تتلوف. على عيني وراسي، بس والله انا مستعجل، قلت بمرق لك اياهم على السريع. طيب ماشي. اتركهم هلا. هدول مليونين ونص، واذا بتحكي عادل. بقول لك عندي ضيوف. ماشي ماشي، اوكي يلا. انا عديتهم المكتب، بس اذا بتحب نرد نعدهم هلا من بعد. ماشي. يلا بالاذن، سلام عليكم. معلم بالمناسبة شو بتحتاج؟ أماني دولار يورو يعني؟ خير الله وخيرك، استرليني فيك مرة. يلا سلامات. تعرف أنت سامر عم يعمل جراحة بأوروبا ويمكن يحتاج لأكثر من جراحة، فلازم نبعث له مصاري. على كل حال نرجع لموضوعنا. بقى عم بيقول انه اخذ الاختام من واحد عندهم بالحاره، ابن ضيعتكم اسمه صفوان نازي. وهذا صفوان كيف وصلت الاختام لعنده؟ عن طريق سكرتيرتكم ندى. ندى؟ لسه الخير لقدام، ما خلصنا حديثنا. لا بدي افهم شو عم يسوي مع سكرتيرتي وبرات مكتبي وخارج الدوام الرسمي. والله وانا كمان بدي افهم شو عم بيساوي مع الأنسة ندى؟ ومن الأنسة ندى نفسها. شو؟ شو صار معنا موضوع الاهتمام؟ ما تطور شيء؟ وعلى شو مستعجل؟ بس امبارح حكينا بالموضوع، يعني ما حلك تسأل عن آخر التطورات؟ وخلقنا الإنسان عجول؟ إيه لا، الشغلة بدها طولة بال يعني ها؟ يلا أوكي 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 يلا يلا فهمتك على الشغلة نشوف؟ شو بدك تشوفي؟ بدي اشوف ابداعك وبعدين ببقى بقول لك اخر تطورات. رح تشوفي برنامج ما شفتيه بعمرك. يلا خلينا نشوف. غدير المرابع ابن موسى، عبد الهادي حسن ابن عدنان، فواز المسطو ابن ياسر، مأمون عبده قطان، صفوان نازي ابن علي. حاضر سيدي. اللي طلع اسمه بحضر حاله بكره الساعة 7 الصبح على المحكمة، ما بدها تأخير، مفهوم؟
أي ساعة سيدنا؟ 7 الصبح قلت لك. قال لك 7 الصبح ضروري الحوار مع السلطة يعني؟ أنا ساعة؟ يعني أنا ساعة 7 الصبح؟ خيو أدي سألك سؤال. سؤال ولا خلص بلا بلا بسأله الشرطي. بسأله الشرطي خلص بلا. شو بدك تسأل؟ شو أنت؟ أنت اللي بدك تسأل يعني مشان بكرة. شو نقول لهم بكرة؟ شو بدك تقول؟ والله ما بعرف. صعبة والله. طيب الله يخليك فيني بعد ساعة والله نعست كتير. نعم نعم تعبت. شو ماي لاف؟ دقينا الباب ما سمعنا الجواب، شو بدنا نسوي بكره؟ والله ما بعرف، أنا بالنسبة لي الأمور واضحة، رح أقول بالمحكمة نفس الكلام اللي قلته قدام الشرطة، بدون ما أزيد عليه ولا حرف ولا نقص عنه ولا حرف. والله شو؟ إيه ونحن؟ ما بعرف، اتفق أنت ومعلمك شو بدكم تقولوا. بس يا معلم مأمون، ما قلت لنا بكره شو بدنا نحكي؟ عدم المؤاخذة مشان كلامنا ما ينسيك. والله عم بحكي مشان صالحك أنا والله. يا سيدي قولوا اللي بدكم إياه، أكثر من هيك شو بدي نزل؟ سجن في أكثر من هيك؟ أو عم يحاول يوصل رسالة للمحقق. شلون يعني؟ تذكر هداك اليوم وقت كانوا عاملين معه مقابلة على التلفزيون وكان عم يحكي على هذا الكمبيوتر؟ مراقب الجودة يعني؟ ما بعرف شو هو. المهم بتذكر وقتها أنك انزعجت كتير وتخانقت معه لأنك حسيت أنه في شيء من وراه ما له طبيعي. إيه؟ شو إيه؟ فاستغل هو فرصة وجود المحقق لحتى يعطيك المصاري بحضوره، حتى إذا صار ما صار يعتبرك شريكه وبوجود شاهد، ومو أي شاهد، محقق. طيب هو شو مصلحته إذا نزلت مكانتي؟ ما هو رح يخسر كمان، رح يخسر عمه مكانة عمه يلي عم تدعم. حبيبي هذا صهرك عادل ماله قليل بنوب، عمل هيك لحتى يوما ما إذا وقع تضطر غصبا عنك توقف معه لأنهم رح يعتبروك شريك معه. معقول؟ معقول يكون عم يفكر بهالطريقة؟ العمى إذا كان هذا صحيح. فعطوش لفعطوش اللهم حبب قلب عادل ابن سهام بسوسن بنت سعاد. شو هاد؟ سوسن سرقيا برقيا سرقيا سرقيا وسرقيا موصوفة كمان شي حلو. سوسن صح النوم؟ شو صار عم تنام كثير بالنهار؟ شو ها؟ عملتي لي حساب سوسن خانم؟ مشان حبك ما؟ ايه؟ شو علي؟ اعملي حجابات قد ما بدك. يا ريت على الله يزبط شي واحد منهم. بلكي بحسن حبك. وابي سلمي لي على فعطوش.
ورا سليمان. حاضر استاذ. مر معلم. سليمان بدي منك طلب اخير. وليش اخير من غير شر معلم؟ بدي اياك تضبل لي اغراضي كلهم وتاخذهم على البيت. عفوا معلم، اغراضك كلهم؟ كل شيء بيخصني. سامر وخير وعلى البلد كلها، شو هالحكي هاد؟ بس لا تنسى انه تورط. على ما يبدو انه انت ذاكرتك ضعفت، شو نسيت انه حمل الموضوع مشاني انقذ ابنه؟ ومع هيك لازم نحقق معه، هي اوامر القياده سيدي. على عيني وراسي اوامر القياده، بس والله الرجال نظيف وسمعته مثل المسك. هو اللي وسخ سمعته بايده. كل هالحكي اللي عم تحكيه والإنجازات اللي أنجزها مسحها من تاريخه بجرة قلم. صباح الخير أمي. صباح الخير. شو؟ قال امبارح عاملة مجزرة. اي والله، بس اجت متأخرة مع الأسف. طب على شو كل هاد يا أمي؟ خلي يحكوا لك. حمل لك كاسة متين؟ لا بيمشي. هاي بشرب معك شوف. ايه شو بدهم يحكوا لي؟ ما بعرف. امي هلا الصبح انا شفت غيداء ما تروح على المدرسه وحكت لي قصتها. ايه خلص موضوع غيداء تركي علي، انا بحله بمعرفتي. اصبح موضوع غاده تركه علي، انا كمان بحله بمعرفتي. مثل ما بدك. بدك شيء؟ سلامتك. دعي لي امي. والله معك. صحيح شو صار معك بالشغل؟ منيح الحمد لله تمام. يعني هذا ابن المسؤول ما عمل لك مشكلة؟ لا أمي خلص، سامر ما عاد يخوف. أمي دير بالك على حالك، الله يخليك. كاسة متي وتعال عندي لشوف. أمي
الحياة اللي خلقك يا غدير. بكرة بس اطلع من السجن ما رح تغمض لي عين لحتى اعرف مين ابن الحرام اللي عمل هالعمل الوسخة. يشرف يا غدير انه حبيتها من مسلمي مسلمي بس هي الشغلة. ابو الفوز عنده علم بالموضوع؟ اعوذ بالله ما في مخلوق بيعرف الموضوع. مو عبودي اللي تمنفخ بهي القصة. اكيد عم اقول لك ورحمة اهلي وحياة عبودي وغدير على الغالي. مشي انت ويا اولاد. لا سيد لا، أنا تصرفت من حالي. شريكي ما كان عنده علم بالموضوع من أساسه. إقبالة مأمون عندي، وأنا متأكد إنه عمل هيك لينقذ شريكه، وخصوصاً إنه شريكه هو اللي عم يعلمه ويسيره على كيفه. والله يا سيدي هذا اللي عندي، أنا مصر على أقوالي اللي قلتها بالتحقيق. بحسب التحقيقات اللي وصلنا لها، تبين إنه صفوان رأس المشكلة، بالرغم من إنه أضعفهم. وقع بالورطة بدون ما يعرف. نعم سيدي أنا أخذته من صفوان. صفوان من وين جابوه؟ سرقوا من ندى سكرتيرة أبو سامة. سيدي هي غدير بالشاد، أنا لا دخلني ولا خرجني بالمشكلة. عبودي مجرد آلة تتحرك وفق تعليمات أبو الفوز. وغدير صحيح إنه وقعوا بإيدي سيدي بس ما استخدمتهم ولا مرة. أنا ما استخدمتهم، أبو الفوز هو مأمون اللي استخدمه. وأبو الفوز هو اللي حاول يقتله لغدير وراح دفنه بالغوطة سيدي. بس عبودي ساعدوا لأبو الفوز وإنكار غدير أكيد في وراء شيء، وإلا ليش لحتى يطالعوا من الموضوع رغم إنه في البداية اعترف إنه هن الاثنين ضربوه ودفنوه. هذا هو سيدي، أنا متأكدة والله العظيم متأكدة، مستحيل ننسى وشه. اللعبة في عيونك ما أحلاك. شلون؟ شلون شلون؟ إيه؟ والله ما بعرف، انصرع راسي. إيه إيه؟ لحظة لحظة، خليك معي شوي، خليك معي شوي. ادخل. خير دكتور، خير دكتور. لك شو القصة؟ شو هالصوت؟ من هذا الصوت؟ هذا صوت الكمبيوتر. كمبيوتر شو؟ مراقب الجودة دكتور. ألو ألو، برجع بحكي معك. مع السلامة، مع السلامة. شو القصة؟ شوفي كله من ابن الحرام هالكمبيوتر. لكن فهمت من الكمبيوتر، شو من الكمبيوتر؟ مو هو مراقب الجودة. ايه هلا هو شغلته يعطينا اشارة اذا كان في خلل بالانتاج. لك ايه 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 خلصني بقى، رح انصرع هاد من الاخر. هي هي عم يعطينا اشارة انه في خلل بالخلطة. يا حبيبي خلل بالخلطة؟ ايه عدلوا الخلطة، عدلوا الخلطة، خلصونا بقى. صرنا عاملين 100 تعديل ما في نتيجة دكتور. لك طيب والحل؟ بدي ضل صارعنا هيك والله راسي رح ينفجر. ما في حل غير وقفه. ايه وقفه؟ شو ناطر؟ روح وقفه، يقطع عمرك على عمره على عمر اللي اخترعه. حاضر دكتور، تأمرني شي غير دكتور؟ وقفه، روح وقفه، روح. حاضر حاضر دكتور. كله من تحت راسك يا سوسو، روحي الله لا يوفقك. لك الله يريحني منك ومن أبوك ومن أخوك عن قريب بجاه محمد الحبيب. والله وطلع زنك محله لك إياد. هي صار ليومين ورا بعضهم ما أجيت على المدرسة. الله يسامحك، الله يسامحك. أنا آسفة ما قدرت وقف معك مبارح، يعني ما طلع بإيدي شي غير إني ضل ساكتة. لا ما بدنا نحملك فوق طاقتك أنت كمان. بعدين اللي عملته الماما مبارح طبيعي، لو حطينا حالنا مطرحها يمكن كنا تصرفنا بنفس الطريقة. لازم نعزلها. سربرايز، مفاجأة. عن جد؟ عن جد؟ ليك
واسمي كمان. انا ما عم صدق عن جد، يعني اسمي نزل بالمجلة. هاي المجلة قدامك لكي ها؟ لا وشعرت المستقبل. ايش هو الدعم هاد كله؟ بس ما تكوني عم تحكي عن الدعم الحكومي يا آنسة غيداء. لا شو آنسة، قصدي قاصر غيداء. شو هاد؟ انت داخل على سريبة؟ انا بعتذر بابا، قصدي انا اسف كثير حضرت رئيس التحرير، لانه انا ما كنت عارفه انه حضرتك عم تستقبل قاصر بمكتبك. اطلع لبرا، اطلع لبرا، ما رح اطلع من هون لحط حتى هالمهزله ولك خاتمك. يسلموا. ليش هيك عم تطلعي فيه؟ ما بعرف، بس مستغربة قعدتك بالبيت. من يوم اللي تعرفت عليك نادر ما كنت شوفك برات مكتبك. مكتب شو؟ بطلناها هالعادة. انت قدمت استقالتك ولا هنن اللي؟ شو الفرق؟ بالحالتين صفيت برا، ما اختلف شيء. لا اختلفت كتير. بعرف تمارا، انا اللي قدمت استقالتي. كل ما هنالك اني سبقت عليهم قبل ما يطردوني من الوظيفة. القرار طالع وطالع، هيك اشرف لي. عن جد لسانك بقصه ها؟ لا بتحاكيني يا غدير، لا بتحاكيني، الله وكيلك بتخوفني. وقعنا بمصيبة. شو بابا؟ ولا شيء، بس قدم استقالته الباشا، قطع الحبل فينا. عرفتي شو بو أبوكي؟ ايه، لحتى تعرف قيمته لبابا على حقيقتها. لك جدبا، نحن وين وانت وين؟ إذا أبوكي ترك منصبه بتنفتح علي باب جهنم. ليش انت شو دخلك؟ ما دخلني أنا، بس يعني لا يخلو الأمر من شوية تجاوزات. لك شو صار لكم أنتو؟ معقول؟ معقول تطلعوا كلياتكم متورطين؟ طيب ليش؟ طيب أنت شو رح تعمل هلأ؟